صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الاربعاء 1 شباط فبراير 2017. خبر من برنامج الحدث ومن قناة الجديد بأن الرئيس الفرنسي المفترض فرانسوا فيون أو المرشح الأكثر ترجيحا لرئاسة فرنسا 2017 فرانسوا فيون سيحط في لبنان نهار السبت المقبل في زيارة استطلاعية وزيارة تعارف على لبنان وأن يتعرف اللبنانيون عليه. انطلاقا من هذا الخبر سيكون برنامج الحدث ومن هو ضيفنا بعد قليل. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ورحب بضيفي في لبنان وهو اللبناني الاصل النائب في مجلس النواب الفرنسي دكتور إيلي عبود. صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، ميرسي دكتور. بس كثير عجبتني الرئيس المقبل سيبيان، لانه هو الاكثر ترجيحا. رح اقول له هيك بكره انه قلتي عنه. حتقول له لابسوس ولا حتقول له مقصوده؟ لا مش لابسوس، مقصوده لا لابسوس، هو يعني لابسوس ريفيلاتور. هو فعلا الاكثر رجحانا يكون رئيس فرنسا هو المرشح فرانسوا فيون، سيحضر الى لبنان بحسب معلومات لحضرتك اعطيتنا اياها نهار السبت المقبل. مزبوط. في زياره رسميه وايضا زياره تعارف حتكون اكثر من قبل اللبنانيين عليه، وهو ايضا سيعرف او سيلتقي عدد من المسؤولين اللبنانيين ابرزهم الرئيس العماد ميشيل عون. من هو فرانسوا فيون بالنسبه رح يكون للبنان؟ لانه البعض يقول بانه السياسة الخارجية الفرنسية هي أكثر المتأثرين في حال وصول فرانسوا فيون إلى الرئاسة الفرنسية. حضرتك مكلف من المرشح فيون بملف المسيحيين بالشرق الأوسط، شو يعني ملف المسيحيين بالشرق الأوسط بالنسبة لفرنسا؟ شو يعني ملف المهاجرين لفرنسا؟ البعض يعتبر بأنه سياسة فرانسوا فيون أكيد رح تكون مغايرة، بل يعني لحد النقيض لسياسة الرئيس الحالي فرانسوا أولاند. بأي وين بيختلفوا وين بيتلاقوا؟ الهم المواطن الفرنسي الأساس هو الداخل، عم نحكي اقتصاد وأمن. في كثير من برنامج المرشح فرانسوا فيون هي البعض بيعتبرها انه كثير واضحه، وهو يقول انا اقول او اسمي الامور باسمائها الحقيقيه. رغم ذلك ما يعني عم يعني طلع ووصل، ويعني هو اليوم عم نوصفه بانه الاكثر رجحانا ان يكون رئيس لفرنسا 2017. رح احكي معك بكثير عناوين، لكن اسمح لي عدة اسئله صارت هلا كثير عنا ساعه ونص. اسمح لي بدايه ان انتقل الى زميلتي كلارا جحا وموجز اهم الاخبار. شكرا لك نانسي، اهلا بكم. اعتراضا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حظر دخول المسلمين من 7 دول عربية واسلامية الى الولايات المتحدة، قدم نحو 1000 دبلوماسي امريكي قدموا مذكرة احتجاج رسمية الى وزارة الخارجية، وكان المتحدث باسم البيت الابيض جون سبايسر قال في وقت سابق انه على دراية بالمذكرة، لكنه انذر الدبلوماسيين المحتجين بان عليهم اداء مهامهم في البرنامج او الرحيل. في هذه الاثناء تزايدت الطعون القضائية على قرارات ترامب بشان الهجرة، وامتدت الى ولايات امريكية جديدة اثر قيام ولايات ماساتشوست، نيويورك، فيرجينيا بعد واشنطن بتقديم طعون في الأمر التنفيذي الذي يحظر سفر مواطني الدول السبع إلى أمريكا. وتأتي هذه الطعون والمعارك القضائية لتضاف إلى اعتراض المنظمات والاحتجاجات الشعبية العارمة في مدن أمريكية كبرى وكذلك خارج الولايات المتحدة، تنديدا بإجراءات ترامب بوصفها إجراءات تمييزية وعنصرية. أبلغ المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن في اجتماع مغلق تأجيل مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية إلى 20 شباط الحالي. وعقب الاجتماع قال دي ميستورا للصحفيين: نريد أن نعطي فرصة لكل من الحكومة كي تلتزم جديا في المحادثات والمعارضة من أجل أن تتاح لها الفرصة لتقديم نفسها بموقف موحد. إلا أن المبعوث الدولي هدد بأنه في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول 8 فبراير فسأقوم بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان.
أفاد الإعلام الحربي بأن العدو الإسرائيلي اجتاز السياج التقني على الحدود في منطقة ميس الجبل وأدخل جرافة لرفع السواتر في المنطقة ما بين الخط الأزرق والسياج بعد قطعه السلك التقني بتأمين من جنود الاحتلال ودبابات الميركافة. أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما تم تداوله عن خطف سوري لقاصر في عمشيت، مشيرة إلى أنه عند الساعة 8 من مساء الاثنين الماضي تقدمت والدة القاصر عين لام من مواليد 2002 لبنانية بشكوى حول فقدان ابنتها بعد توجهها إلى ثانوية عمشيت الرسمية. وخلال التحقيقات تبين أن الفقدان هو نتيجة عملية خطف بقصد الزواج من قبل السوري ميم حاء من مواليد 1990، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق الخاطف بناء على إشارة القضاء المختص، والتحقيقات ما زالت جارية. في بكركي يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية. يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية قبل الظهر في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعماله 31 بندا، في حين لم تستبعد مصادر وزارية حضور الجدل الانتخابي الراهن بين الأفرقاء السياسيين ضمن مناقشات الجلسة. في الشأن الانتخابي، أكدت مصادر اللجنة الرباعية التي اجتمعت مساء في وزارة الخارجية أن مشروع القانون المختلط المنقح أضحى في خبر كان، وعاد نقاش الانتخابي إلى المربع الأول، موضحة أن المجتمعين تبلغوا رسميا خلال الاجتماع اعتراض حزب الله وحركة أمل على مسودة المشروع المختلط المطروحة على طاولة اللجنة باعتبارها لا تناسبنا وفق تعبير ممثلي الجانبين. وقالت مصادر الرباعية لصحيفة المستقبل أن النقاش بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله وأمل بمشاركة خبراء تقنيين استؤنف أمس في 4 مشاريع مطروحة لقوانين الانتخاب، هي التأهيلي الذي أعيد تعويمه على طاولة البحث، والنسبي حسب ما قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والمختلط بين النسبي والأكثري وفق صيغته الأصلية، بالإضافة إلى مشروع One Man Multiple Vote. هذا وقد تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات في المرحلة المقبلة بعد أن يكون كل فريق من المجتمعين قد درس المشاريع الأربعة وحدد توجهاته، تمهيدا لعقد اجتماع مطول بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل من جوهانسبرغ. إلى ذلك أشارت صحيفة النهار إلى أن اللقاء الرباعي حضره أيضا النائب ألا عون لمتابعة المشاورات في غياب الوزير جبران باسيل مدة 8 أيام بداعي السفر. ونقلت عن مصادر المجتمعين أن باسيل أبلغ الحاضرين انفتاح التيار الوطني على أي مشروع يراعي المعيار الواحد، وأنه مع حفظ الحصة الدرزية للنائب وليد جملاط ولكن من دون النواب المسيحيين في اللقاء الديمقراطي. غرد النائب وليد جملاط عبر حسابه على تويتر قائلا: كفى إسقاط مشاريع انتخابية تفرق ولا تجمع ومخالفة للدستور. وأضاف جملاط: طبق الطائف والتهويل بالفراغ غير دستوري. ختام الموجز، عودة إلى الحدث وننسي. شكرا كلارا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، واجدد ترحيب ضيفي بالدكتور إيلي عبود النائب في البرلمان الفرنسي. اهلا وسهلا فيك دكتور عبود. حضرتك هون بلبنان، هل هو تحضيرا لزياره المرشح للرئاسه الفرنسيه فرانسوا فيون الى لبنان السبت المقبل؟ لحكون صريح معك، انا كنت بلبنان بزياره خاصه هلا، والرئيس فيون قرر انه يجي على لبنان بطريقه كانت مستعجله اكثر، لانه كنا عم نحضر المجيء لفرانسوا فيون بشهر اذار. اوكي. تقرر هلا. ليه هلا؟ شو يعني المستجدات اللي اعتبر على اساسها المرشح فيون بانه ضروري انه يزور لبنان؟ شغله اهميه اليوم، اهميه لبنان لفرنسا شيء تاريخي، هذا مش بس مع فرانسوا فيون، بكل العلاقات اللبنانية مع فرنسا. فرنسا عندها علاقات خاصة مع لبنان، وكل يوم كل مرشح لرئاسة الجمهورية، إن كان صغير بحزب صغير وإن كان كبير، يعني شيء أهمية يجي على لبنان، لأنه اليوم بلبنان تعرف أنت شو الحالة السياسية والحالة الإقليمية، وسيستوريك أنتر لي دو بيي. مزبوط. بقى
أنا جاي على لبنان مثل ما قلتي حضرتك السبت الساعة 2، رح يبقى الويك إند بلبنان، رح يعمل كمان يروح على إربيل يقعد يوم بإربيل بيرجع على لبنان يروح على فرنسا. في على جدول أعمال هذه الزيارة شو رح يكون؟ لقاءات مع مسؤولين أكيد 100%، في عدة لقاءات، في لقاءات مع أول لقاء، أول لقاء رح يكون مع رئيس، مع رئيس الجمهورية. اليوم لبنان قعد سنتين بفراغ فراغ كامل، وكنا كلنا خيفانين انه شو راح بيصير بلبنان، هي الكونستيتيوشن تبع لبنان كانت دستور، كان دستور كان متهدد انه راح بيصير. ان اول شغله يجي بيهني الرئيس اكيد بيحكي معه بالمطالعات، بس ما كان ما لازم ننسى انه اليوم بلبنان في كثير فرنسيين، يا اما فرنسيين بس يا اما فرنسيين لبنانيين فرانكو لبناني، يعني راح يتلاقى فيهم في لقاء مع في لقاء اكيد في لقاء اكيد، وفيني اعطيك ان ديريكت يمكن اول انتم بالنيو تي في بتاخذوا الخبر، راح بيكون اللقاء الساعه 5 بصاله باوتيل بالحبتور مع الفرنسيين اللبنانيين ومع الفرنسيين ومع اللبنانيين اللي بده يجوا يسمعوه كمان. هو جاي ليقول لهم انا رئيس فرنسا المقبل وهذا برنامج. انت قلتي هلا؟ لا انا عم بس انا بالاول انت قلتي بالاول رح قلت له اياها انا، لانه كثير مبسوط حضرتك رح قلت له اكيد 100% يعني 100% اليوم تجاوب على سؤالي. بس اليوم لما يكون هو خاض الدوره الثانيه واخذ يعني اعلى نسبه اصوات، لكن يعني البعض يقول انه بات محسوما انه هو المرشح. ما في شيء بتعرفي بالانتخابات، ما في شيء محسوم، هيدي سيت اون لوسون دو ديموكراسي، ما في شيء محسوم. اليوم في حمله انتخابيه ولازم كمان يشوف الفرنسيين يعطيهم البرنامج الاقتصادي، البرنامج السياسي، السياسه الخارجيه. حضرتك باول سؤالاتك قلتي انه الفرنسويه بس بيهتموا بالقصص الداخليه، لا، فرنسا دوله كبيره. اليوم فرنسا هي بويسانس مهمه باوروبا، أول بويسانس بوليتيك، أول بويسانس ميليتير. هلا ما اختلفنا بمعنى كهي كقوة سياسية وعسكرية. شو صوت فرنسا اليوم؟ بس الناخب الفرنسي اليوم لما بده ينتخب أكيد بده يطلع على الوضع الداخلي أولا على إنه البرنامج الخارجي. 100% معك حق، بس كمان الفرنسي اليوم لما عم يطلع إنه كدولة فرنسا غائبة 100% عن كل المحادثات اللي عم بتصير بالشرق الأوسط مع سوريا، مع الروس، مع الأتراك، مع إيران، مع المعارضة السورية والنظام السوري. طيب وين فرنسا؟ وبكرة الأمريكا تبع ترامب فايتة بالمحادثات كمان. الفرنسي بيقول طيب ما نحن دولة مهمة كمان، بعدين مش بس أنه سياسة خارجية، ما لازم ننسى اليوم الاقتصاد. أنت معك حق اللي عم تقولي 100%، بس اليوم بس يصير في سلام، وإن شاء الله ان شاء الله من كل قلبي بتمنى سلام لو بلو تو بوسيبل، بس بكره بعد السلام شو في؟ في التعمير أكيد. في الحمله الاقتصاديه. اليوم فرنسا شيء مهم بالنسبه لها كمان، انه تشارك باعاده اعمار سوريا تحديدا يعني. بعدين لا يجوز صوت فرنسا غائب في المنطقه، صوت فرنسا غائب في لبنان، غائب في سوريا يلي من كذا سنة رح أدخل إلى هذا الموضوع اللي هو الشرق الأوسط اللي حضرتك أساسا ماسك هذا الملف بحملة فيون. لكن بموضوع إذا بدنا نبلش بالداخل اللبناني، يعني كيف تنظر فرنسا أو ستنظر فرنسا فيون في حال وصوله إلى الرئاسة إلى لبنان؟ أولا عماد ميشيلون تعتبرون انتصار للبنان وصول شخص ذات تمثيل عالي سياسي وعنده كتلة برلمانية وأيضا لرئيس حزب، وصوله إلى سدة الرئاسة في لبنان؟ أنا بس أقول انتصار، بقول انتصار للدستور اللبناني. لا يجوز أنه الكرسي تضل فاضي اليوم سنتين وثلاثة، والبعض والبعض من السياسيين من جوا ومن برا بلشوا يقولوا طيب لشو مالنا بعازي برئيس الجمهورية، لأنه ليك الأحوال عم نمشي نحن البلد مشي فلا. هيدا أول انتصار لألي بالنسبة لألي أنا، وبالنسبة أكيد لكل فرنسي بيحكي مثلي. هلأ شو فرانسوا فيون غير عن غيره؟ فرانسوا فيون شو بيقول؟ بيقول نحن فرنسا ما لها حق تجي مع هيدا ضد هيدا، هيدي مش شغلتنا نحن. فرنسا بتحكي مع الكل، وتيصير في اليوم اتفاق على السلام ما فيك تحكي مع واحد وتقولي هداك ما فينا نحكي معه لأنه هداك ما بيسوى. لا يجوز، مش أنه إذا حكينا معه أعطيني شرعية نحن أو 100%، بس كل ما أنت عم بتقولي هيدا ما رح نحكي معه نخلي برا، هيدا ماشي بالحرب وعم بيصير شو 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 قتيل. وبعدين هو بيقول أنه فرنسا دولة كبيرة، فرنسا بتحكي مع أمريكا، بتحكي مع روسيا، فرنسا بتحكي مع الأكس السنة
العربية السعودية، تركيا، قطر، مصر. فرنسا بتحكي كمان مع الأكس الشيعي، إيران، النظام السوري العلوي، إيران، حزب الله بلبنان، نقعد حول الطاولة. طيب شو بدنا؟ بما أنه دخلتني دغري على هول الموضوع، لا مش دخلتي، لا أنت سألتيني اللي هي مضبوط الأساس، أنت سألتيني أنه شو اللي مغير فرنسا اليوم؟ فرنسا فرانسوا أولاند بالنسبة لكم سكرت على حالها. طيب وين فرنسا؟ أو كانت طرف ولم تكن فرنسا اللي هي الأم الحنونة عندها هذا التصريح. حلو عجبتني هالكلمة، طيب وين هي فرنسا هلا؟ أنا عم بسألك سؤال، اليوم في نيغوسياسيون عم بتصير، مفاوضات إن شاء الله تزبط، إن شاء الله من كل قبل للشعب السوري اللي عم بيموت إن شاء الله تزبط، بس انا اكيد انه في مشاكل. طيب وين الدوله الفرنسيه معنا؟ ما انا موجوده. هذا فرانسوا هولاند غلط فيها، لا يجوز، فرنسا ما فيها تاخذ. طيب بس كمان عم بردوا عليكم، تنحكي ندخل دغري بسياسه فرانسوا فيون انا رح بلش من الاحدث الى المواضيع اللي هي يعني بعدها مستمره مزمنه صارت، فينا نقول بالاحدث. اولا بعد اليوم في بعض الاعلام يصف بانه او بعض الاقلام وصفت ترامب بانه فيون هو ترامب الفرنسي. خطا، لا يجوز، ما بقبل. ليه؟ استفزك موقف ترامب الاخير اللي هو اقفال فرنسا على نفسها وسكرت على المهاجرين. ترامب شو عم بيقول؟ ترامب صار رئيس اهم بويسانس بالعالم اسمها الولايات المتحده الامريكيه، لا يجوز اللي عم بيقوله هلا. ليه لا يجوز؟ تعتبره غير انساني؟ كيف معقولة امريكا بتسكر ما بتجي؟ طب اليوم امريكا ما فيها تسكر حدودها على كذا دوله كذا دوله، دوله اسلاميه، شو الحكي هيدا؟ لوين بعدين؟ بكره اذا كل الدول الاسلاميه بتشيل الكابيتو تبعهم تنهار الاقتصاد الامريكي كله، وان شاء الله يعملوا رده فعل هيك، وانا بطلب منهم يعملوا رده فعل هيك. انت ما ردت فعل بالمثل، معامله بالمثل ليش مع لا؟ امريكا؟ ليش لا؟ شو هالهني؟ شو هالمسبات اللي عم بيسبوها هيدي؟ معقوله هيك؟ انت رئيس جمهوريه بامريكا، اوكي انك ضد داعش، احنا كلنا ضد داعش او ضد الارهاب، نحن كلنا ضد الارهاب، بس بيجي تجي بتسكر الحدود تبعك، ما بدي هودي من الدول. بس هذه الدول السبعه ما في متهم بجرائم ارهابيه بمعنى كبيره صارت بامريكا من هذه الدول. شو صار؟ شو صار في جرائم بامريكا؟ ولا جريمه صار. كل الجرائم اللي عم بتصير بامريكا هن امريكان من اصل امريكي باسم امريكي عم بيقتلوا الامريكان. لا يجوز هالشيء، هيدا لا يجوز. فرانسوا فيو ابدا مش ما حيسكر حدود فرنسا ابدا، مش بعدين يعني الرجل الذي كتب كتاب ترامب عم بيسب اوروبا، مش بس عم بيسب مش بس عم بيسب الدول الاسلاميه اللي ما لها علاقه بالشو اسمه، ترامب عم بيسب اوروبا، عم بيقول للاوروبيين كلهم، للالمان، للفرنسيين، للتليان، للاسبانيه، انتم اعملوا مثل انجلترا، اوروبا ما بتسوى شيء بقى. شو هالحكي؟ فرانسوا فيون ابدا مش بهاللوجيسيال. شو عم بيقول فرانسوا فيون؟ فرانسوا فيون بيقول لازم اوروبا تكون قويه سياسيا، اقتصاديا، وعسكريا، تكون قويه في اكس مهم انكونترنابل، انكونترنابل هو الاكس فرنسا المانيا، وبنعرف اليوم شو الصداقه بين انجلا ميركل وبين فرانسوا فيون. اليوم ما في اكس كي فونكسيون، اوروبا ضعيفه، وتنجاوب على امريكا، تنجاوب على امريكا ونقول له لدونالد ترامب لازم تغير الكورسور تبعك، تغير اللوجيسيال تبعك، تغير السياسه تبعك، اون بزوان من اوروبا قويه سياسيا متحده. هذا اللي عم بيقوله فرانسوا فيون. جامي فرانسوا فيون بيكون يعني ما ولا ممكن يكون بالنسبه لك ترامب فرانسوا فيون هو عنده، بس الناس بتقول اليوم. طب الناس لازم نقول لك كمان بيداغوجي، لا إيه اليوم يعني الرجل الذي كتب هزيمه الشموليه الاسلاميه، يمكن البعض بتقرا دائما العناوين، الناس بتقرا العناوين اكثر بمجتمعاتنا، يمكن كمان بيقروا العناوين من دون الدخول بالتفاصيل، اعتبروا انه كان فيون ياتي بنظره الى انه يعادي الغزو الاسلامي مثل ما وصفه بمكان ما، لكنه حدده بانه اسلامي دموي، يعني عطاه او يعني البعض بسميه المتطرفين الاسلاميين. هون نظره فيون كيف رح تكون التعامل مع المهاجرين لاوروبا اليوم؟ كمان يعني ما بدنا ننسى انه اوروبا اليوم كمان تعاني من النزوح الكبير باتجاه اوروبا. قد ايه النزوح؟ قد ايه اجى على فرنسا؟ 20,000 واحد؟ معقولة؟ ليكي لبنان هون عم بيستقبل ما رح يكون عندكم اقفال ابواب فرنسا جامي لافي، لبنان عم يستقبل 1,500,000 سوري. تصوري بفرنسا، تصوري بفرنسا انه الفرنسوية عم يستقبلوا 30 مليون الماني او 30 مليون تركي. نو با دي تو. شو بيقول فرانسوا فيو؟ بيقول تتصير القصة مزبوط ما يطلعوا العالم معترة تطلع من بلادها، لازم استقرار الدول اكيد، ولازم نحل المشكلة بأساسها بأصلها ببدايتها.
هذا اللي بيقوله فرانسوا فيون، ما بيقول ما بدنا مهاجرين، عم بيجوا المهاجرين. هلا اليوم اوروبا ما فيها تستقبل كمان كثير مهاجرين، لكن الفرون ناسيونال شو عم بيصير؟ اليمين المتطرف عم بيطلع اون فلاش، نحن ما بدنا اليمين المتطرف يطلع مشان يحط كل الاجانب اللي بفرنسا برا، هذا مش اللوجيسيال تبعنا، هذا مش الادي ان تبعنا، اوكي؟ نحن بنقول انه المشكله بسوريا مشكله عميقه واليوم لازم تنحل بسرعه، تتنحل بسرعه لازم الكل يحكوا مع بعضهم وفرنسا تكون بالنص، ما تكون مع هيدا ضد هيدا، بس هذا اللي بيقوله. بس انتم رح تمدوا ايدكم بالسياسه لترامب؟ يعني اليوم اللي بيجمعكم يمكن البعض شبه بمعنى او ربط بانه علاقه فيون مع روسيا تحديدا بوتين جيده. اي اوكي ليش لا؟ حديثه عن انه قال انه هو اني بادكر مع بوتين كل شيء بيعمله، يعني فيني انا احكي مع رجل سياسي مهم مثل بوتين وقول له انه نحن باوروبا ما لنا متفقين مع اللي عم تقوله انت، انتبه عندنا خط احمر. بس اذا ما حكيت مع بوتين شو هو اللي بتعتبره خط احمر؟ الاوكران الاوكران خط احمر. اليوم ما فيك اللي عم يصير بسوريا، فينا نقول له كمان انه لا يجوز عم يصير بسوريا كتدخل عسكري اكيد اكيد اوكي ضد داعش كلنا بس انه فا با جلوباليزي انه في شيء هيدي اذا ما حكيتي معه ما هداك بيعمل اللي بده اياه. اعطيت اكزامبل لزميلك صحافي امبارح، كنا بالاليزي بالقصر الجمهوري الفرنسي، كان موجود فرانسوا اولاند رئيس جمهورية فرنسا، بتقوم زميلي لقليك تسأله كانت من ايرلندا بعتقد، بتقول له مسيو بريزيدان فخامة الرئيس عندك وقت كان في المشكلة بين اوكران وروسيا ذكرتيها من سنتين، بتقوم بتقول له عندك اتصالات مع روسيا مع الرئيس بوتين؟ بجاوبها فرانسوا اولاند عندنا اتصالات غير مباشرة. فرنسا عندها اتصالات غير مباشرة؟ نحن منا دولة مثل العادة، لازم يكون وتساءلت المشكلة انه منا دولة بحاجة إلى وسيط لنتواصل مع 100% مع روسيا. بدي ذكرك بالأزمة اللي كانت بين جيورجي تسمى بلدان جورجيا، شو بتقولوا جيورجي؟ جورجيا وروسيا. شو عمل نيكولا ساركوزي وقتها كان رئيس جمهورية بفرنسا؟ باليوم ذاته ياخذ طياره وبيروح بيشوفه لبوتين وبقول له شو الحل؟ بدك تفوت بحرب مع اوروبا؟ نحن ما بنقبل اللي عم بيصير، وعم بحكي باسم كل اوروبا الالمان وكذا، وقف القصه دغري، هيدي دبلوماسي، هيدي سياسه، مش انه نقول بوتين ما بنحكي معه، شو استفدنا انه ما حكينا مع بوتين؟ اقتصاديا شو اتفقنا؟ بوتين كان عنده كونترا مع السيكتور نافال البحري عندنا الاقتصادي بمليارين اورو خسرتهم فرنسا. عم نحكي نحن على الفرنسي واللي عم بيطلع بالاقتصاد، ما هذا كله شوماج بيصير بعدين بيصير بطاله هي داخليا، وخارجيا شو ربحنا؟ شو عملنا خارجيا؟ وين فرنسا؟ وين صوت فرنسا؟ طيب بس اليوم كمان انا جو سوي فيكسي بروفونديمون فيكسي انه وين صوت بلدي الثاني هو اللي استقبلني اللي انا فرنسي وانا نائب فرنسي، كيف ببلدي الاصل بلبنان بسوريا اليوم ما حدا بس يحكوا الفرنسي ما بيعملوا شني هودي خلص راحوا القارة العجوز لا يجوز هذا يعني هذا لازم يتغير القارة العجوز وفرنسا لا ما العجوز العجوز القارة العجوز سي لاساجيس الحكمة قصدك انه هي سي لاساجيس طيب بس هون بموضوع السياسة الخارجية إذا قلنا هو الانفتاح من قبل فيون على روسيا بوتين بمعنى الحوار وإن كان في اختلاف ببعض النقاط بوضوح قالها فيون سأتحاور مع الرئيس السوري بشار الأسد وهون صارت طلعت الأصوات أنه هيدا اعتراف برجل البعض يعتبر بأنه بنظام يقتل شعبه بدموية الحرب السورية و مثل كل الأوصاف اللي سمعناها وصولا إلى ديكتاتورية و من مين قال الديكتاتورية الكلمة؟ بدي ذكرك فيها أنا مين رجع قال هيدا ديكتاتوري وهيدا عمل شعبه؟ مين؟ فرانسوا فيون بس مش لأنه ديكتاتوري أو عمل كذا ببلده ما لازم نحكي معه طب ما حكينا معه بعدين اوكي ما تحكوا معي تركوني ما تحكوا معي انا اوكي بعمل بدي اياه ببلدي وبدي كمل بالقصص زيتها شو ربحنا هاي الدبلوماسيه ما بسميها دبلوماسيه هاي شو ربحنا قلنا سنه ونص ما طب بس لما رحتوا حكيتوا معه في مو مين حكي لا ما رحنا لا لحظه لما يروح نواب مقربين من فيون عم نحكي عن فاليري بويي عم نحكي عن تيري ماريني لما راحوا على سوريا والتقوا الرئيس الاسد باسمهم اكيد بس هن مش مقربين انا رحت شيء ما بتروح غير اذا كنت مكلف كحامل 100% ما حدا كان مكلف ما حدا كان مكلف انه يروح بفرنسا اليوم
يمكن مش مثل عنا عندكم هون بلبنان، بقول عنا اكيد عندي وعندكم الاصل والاساس بعده لبنان. تبقى مع انه اللبنانيتي شوي صعبه سوري. لا بالعكس منيح. عنا بلبنان، عنا بلبنان في كثير بيحكوا كمان بيحكوا سوري انا مش بيدمجوا اللغات كمان عندنا. انت حضرتك لانك خلص صرت معود على ما عم بلاقي كلماتي بسهوله اوقات. لا بالعكس كثير منيح عم بتحاول وعم بتوصل تكنيكيه 100%. اليوم بفرنسا في سيباراسيون فصل فصل بين الاكزيكوتيف يلي هو السياسه الحكوميه والسياسه البرلمانيه. اليوم اذا نائب بالمجلس الفرنسي ان كان يميني وان كان يساري حابب هو يعمل رابور برلمنتير، يعمل صحيفه انه يعطي رايه بالقصه، ما راح يرفع اصبعه يسال رئيس الجمهوريه او يسال وزير الخارجيه او يسال الحزب تبعه. يلي عملته فاليري بوهي اللي بعرفها منيح وتييري مارياني قرروا هن انه يجوا يشوفوا الرئيس الاسد وياخذوا رابور منه باسمهم هن. لا الدوله الفرنسيه اعطتهم الاكور ولا الحزب اليميني يلي انا بتعمل فيه ريبوبليكان اعطاهم الاكور. بس ما رح نقول لهم ما تروحوا. طب ليه بدنا نقول لهم ما تروحوا؟ بس هن لما راحوا شو راحوا شو اكيد في عندهم وجهه نظر معينه تتلاقى. هن بيقولوا، عم بحكي هن شو بيقولوا، ما عم بحكي انا، هن شو بيقولوا انه اليوم مين العدو الاول للديمقراطيه، للشعب السوري، للشعب اللبناني، للشعب العالم كله؟ داعش. عالم اسمه داعش. اوكي. بنظرهم بيقولوا هن اليوم مين في وين في القوه بداعش؟ بالعراق وبسوريا. العراق ماشي القصص مع الامريكان، بدنا نحكي عن اخواننا السوريين. بيقول هو انه مين اليوم بيقدر يقضي على داعش 100% غير بشار الاسد والتحالف الديمقراطي حواليه. اوكي، طب مازال هو الجران انتر جيومي الجران انه يقدر على داعش، طب ليش ما بنجي بنحكي معه؟ يعني انه نحن وياه بنفوت بس بموضوع محاربه الارهاب. هيدا اللي بيقول تييري مارياني وصديقتي فاليري بوايي. اوكي، هلا ما راح اقول انا شو لازم، هلا ما راح فوت بال... اوكي، هودي ايزون لا ليبرتي، عندهم الحريه تبعهم كنواب. كنواب خاصه تييري مارياني نايب عن الفرنسيين في الخارج. يعني عنده كمان هو رؤيه خارجيه عم بيعتني فيها. فرانسوا فيون شو جاوب؟ جاوب شغلتين. قال انا ما قلت لتييري مارياني انه يروحوا يحكوا معه. ثاني شغله قالها، انا بعرف شو بيعمل بشار الاسد، بس بكمل شغله ثالثه بيقول بس اللي عم نعمله هلا مع النظام السوري لا يؤدي الى حل. ولا ثلاث اشياء وهالثلاث اشياء بنربطهم ببعضهم، بنقعد حول طاوله وبنعمل اكورد بي. طيب اليوم حضرتك مكلف بملف المسيحيين في الشرق الاوسط، هل بالرؤيه اللي الرؤيه التنفيذيه اللي بدك تمشي فيها سيكون الانفتاح على النظام السوري في سوريا؟ او الذهاب الى هناك؟ يعني عم نحكي بسوريا، المسيحيين في سوريا اساس مثل ما المسيحيين في لبنان اساس، يعني والتاريخ والحضاره وال يعني نحن عم نحكي بعلاقه اساسيه مع سوريا كمسيحيين. حيكون من ضمن مهامك التواصل مع بلشت النظام او بلشت باتصالات من الجمعه الماضيه وقت تكلفت بهذا الدوسيه، بلشت باتصالاتي مع كل الاسوسياسيون بباريس يلي بيعملوا هن الاسوسياسيون كريتيان دوريان مثلا. لما بنشتغل يعني عم نحكي عن المنظمات المسيحيين في الشرق اكيد يلي موجودين كلهم موجودين بباريس عندهم ريبريزنتون مسؤولين عنهم. لما بنحكي مع المسؤول السوري المسيحي المسؤول عنه ونحكي عن النظام السوري، اكيد هو بده يجاوب بصراحه وديركت، بيقول لك اليوم نظام يحمي المسيحيين اكيد 100%. وانا بفهمهم بس مثل ما نقول في يا لابارتي ايمرجي دو لايسبيرغ مضبوط، وفي السوكل. اوكي، هلا نحن لازم كمان نعطي اهميه للي بيقولون هن، ما فينا نقول لهم لا انه هذا خطا. طب اكيد لانه هن عايشين هنيك وبيعرفوا هموم هن الناس هنيك واوضاعهم 100%. بس السياسه الفرنسيه ما فيها تكون، مش لانه كان فرانسوا اولاند قال للروس وللايرانيه نحن ما بنتعاطى معكم نحطوه على جنب ونخسر كل شيء، لازم فيه يعمل الشيء ذاته. بالعكس، هيدا كمان انا الاول بقول لا يجوز. مش العكس، فرنسا دوله لازم تقعد بالنص مثل ما كان تاريخها قبل، لازم تكمل بتاريخها، بتحكي مع هيدا وبتحكي مع هيدا، بتقول لهيدا انا ماني بتفق معك باللي عم تعمله، وبتقول لهيدا اللي عملته ببلدك
أني متفق معه. شو الحل؟ شو المستقبل؟ تعال نقعد نحكي سوا. بالنسبة لفرنسا اليوم الأولوية في سوريا هي نهاية الحرب أو وقف الحرب. ليش بالنسبة لفرنسا؟ بالنسبة للكل؟ لا، وقف الحرب من دون يعني كانت الأولوية بالسابق كمان دكتور عبود، حضرتك بتعرف الأولوية إسقاط الرئيس. لا هذا خطأ، يعني بالنسبة لدول العالم أو عدد كبير من دول العالم مشي تستراتيجي. يعني اليوم خلص شلناها على جنب هذه فكرة إسقاط الرئيس السوري، صرنا عم نحكي وقفوا الحرب وخلي الرئيس إذا كان الشعب يريد هذا الرئيس خليه موجود وخلينا نتفاوض على مرحلة السلم في سوريا. هذا هو مية بالمية. وخاصة لازم نعترف أنه هالاستراتيجية الأولى فشلت، ما زبطت تماما. شو عملنا؟ طب نقتل بعد عالم وبعدين في رفوجي، وكل ما تقتل عالم كل ما صار كل ما في زادوا اللاجئين كل ما زادوا اللاجئين. كلمة بالأوروبا طلع اليمين المتطرف، ما بعدين بس اليمين المتطرف طلع وعم بيطلع، بلش يطلع بإيطاليا بالنمسا، عم تشوفي مارين لوبين عندنا. طب وبعدين شو الحل؟ انه من كل الاجانب اللي اصلا عندهم بي ناسيونال طلعوا لبرا. شو الحل؟ ما نكون مع هذه مش الحل. انا بدي وجه مستفيد من لقائي معك، توجه كمان كلمه للفرنسيين اللبنانيين انه يلي بايدوا مارين لوبين، انه اول بروجرام لمارين لوبين لفرون ناسيونال، اول بروجرام لها انه اللي عنده جنسيتين لازم يتخلى عن جنسية من الجنسية. بقى هودي اللي عم بيساعدوها هون بلبنان واللي عم بيحضروا لها مجيتها بشهر أدار، بدي أسألهم سؤال واحد وأنا شو بفيد دوسيتي ميسيون، إنه أنتم شو رأيكم بهالقصة هيدي؟ شو رح تنقوا؟ بتنقوا الجنسية اللبنانية ولا بتنقوا الجنسية الفرنسية؟ طب بس كمان ببرنامج في يوم في إعادة نظر بالهجرة بموضوع لا أبدا بناسيوناليتي مش بالهوية أكيد. بشو؟ بموضوع مثلا إعادة النظر بمن يحمل جنسية فرنسية وفي شكوك عن انه عنده تصرفات او انتماءات ممكن يكون فيها منظمات مشكوك فيها 100%. طب بس مهمه مش محاكمه، هذه مش فرنسوا فيو، مانويل فالس رئيس الحكومه الفرنسيه الحال يلي خسر خسر هو يلي هو يساري بتعرفي انت هو اللي قالها قبلنا نحن، بس انتم تبنيتوها ببرنامج مش نحن تبنيها سيلالوجيك ومعه حق يقولها. بس هو مش حيكون محاكمه بيئه؟ يعني اليوم البعض يتخوف من ردة الفعل على البيئات المهاجرة في فرنسا، عم نحكي الجزائر، عم نحكي يعني لما يصير في أي إشكال أو مثل ما صار بأحداث نيس بمأساة نيس إنه البعض بيتخوف يصير في تعميم هون تعميم عم بيصير بالإرهاب اللي عم بيصير اليوم. في بين 7 و8 ملايين فرنسيين إسلام، 0.0001% هن منتميين لنظامات داعش وارهابيه وكذا. مين عم يتاذى اكثر شيء بفرنسا هلا؟ المجتمع اكيد مين عم يتاذى اكثر شيء؟ عم بسال سؤال، هن الفرنسيين الاسلام يلي ما قالن بقى. لا هيدي كمان لازم نحن نشوف معهم انه شو عم بيصير اليوم. الفرنسي المسلم بيقول يعني هو جي هونت، ليش جي هونت المسلم؟ بالعكس بالعكس سي اون فيرتي. بس اليوم هن اللي عم بيقولوا لنا هن انه خلصونا منهم هودي، لانه هودي عم بيعملوا عم يخلقوا بيئه حاضنه اكيد اكيد. بقى هيدي مش بس فرنسوا فيون، مانويل فالس قالها والكل لازم نقولها، هي تنقيه المجتمعات من هذه اليوم. الفرنسي اللي يكون خالق بفرنسا خالق بفرنسا، مش مثلي انا تركت لبنان ورحت صرت فرنسي، خالق بفرنسا، متعلم بفرنسا بلاش، متحكم بفرنسا بلاش، اخذ كل الالوكاسيون تبعك. ليه بده يسور على هذا المجتمع؟ ما عم تقتل فرنسيه باي بشو؟ شو الطموح تبعك؟ قتلت فرنسيه، شو عملت لك بلدك اللي خلقت فيها؟ كان بيك من اي من جزائر أي جزور انت اخرى مثلا اعطيت بلد لانه انت سميتيه، طيب شو عملت لك فرنسا تتجي تعمل هيك؟ ما هذا كله سبستانس لمارين لوبين تتقول للفرنسويه شفتوا؟ ما بدنا بقى اسلام بفرنسا، لا يجوز. فرنسا دوله لايك علمانية فيها كل الديانات المسيحية الإسلامية واليهود وغيرهم. رح تابع معك دكتور عبود النائب من أصل فرنسي في البرلمان الفرنسي، لكن اسمح لي أن ننتقل مجددا إلى زميلتي كلارا جحا وجولة على الصحف. إليك كلارا. شكرا لك نانسي، أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نبدأ الصحف اليوم بالجمهورية وما كتبته ناتالي أقليموس، ماذا كشف انتحاري الكوستا لأبو غيدة؟ تقول ناتالي نقلا عن مصادر مواكبة للتحقيقات، كشف للجمهورية أن العاصي عمر العاصي تكلم بطلاقة عما كان يعد له وأنه مقتنع بتنفيذه المخطط وتفجير نفسه وغير نادم على المحاولة.
كلامه يقشعر له البدن. ويتابع المصدر: بدا العاصي صريحا مرتاحا في كلامه، غاص في تفاصيل اعترافاته السابقة التي أكد أنها لم تأتي تحت الضغط ولم يتعرض للقساوة إلا لحظة أطباق الأجهزة الأمنية عليه، ما انضربت كف إلا وقتها. هذا المصدر شكك في صراحة العاصي والطبع الذي بدا فيه خلف صراحته التي أبداها وانفتاحه الذي أدهش القاضي. يبدو وكأن العاصي يخفي شيئا ما، هناك قطبة مخفية وراء الأكمة ما وراءها، خصوصا أنه أنكر معرفته بهوية الشخص الذي سلمه الحزام الناسف. وعن طريقة وصوله إلى الحمرة قال المصدر: أتى بطرق ملتوية، تنقل بالحزام مش فارقة معه في أكثر من تاكسي وربما ثلاثة، وصل إلى مكان التفجير مرتاح البال. ويتابع المصدر: في التحقيق معه بدا العاصي ريلاكس، فقط قال إنه متضايق لوضعه في سجن انفرادي. ولم يخف المصدر انطباعه الأولي، كأن العاصي مدرب على ما يقوله في حال عدم نجاح مهمته أو ضبطه، فقد حاول أكثر من مرة إبقاء مجموعة من النقاط مبهمة. وعما إذا كان مقهى الكوستا الهدف أو مكان آخر، لذا تأخر في تفجير نفسه. يوضح المصدر: وفق اعترافات العاصي كان المقهى هو الهدف بحد ذاته، وقد أعطى تبريرات غير مقنعة لتأخره في تفجير نفسه، كمعرفته أن أحد الموظفين من الطائفة السنية وعوامل أخرى مرت في ذهنه أخرته عن تنفيذ العملية قبل أن تقبض عليه الأجهزة الأمنية. ننتقل إلى القانون الانتخابي وما كتب في الصحف، تحديدا في الأخبار وفي المانشيت. كتبت نقلا عن أحد المشاركين أن المسألة صعبة وليست سهلة، وما جرى أمس هو أشبه بعصف أفكار. وأضاف هذا المصدر للأخبار: كنت متخوفا قبل الاجتماع من أن يكون متشنجا، لكن الجو كان هادئا. أعيد الاعتبار إلى البحث في الاقتراح التأهيلي. حركة أمل وحزب الله طالبا بأن تكون شروط التأهيل مخففة، لا أن تكون محصورة بمن يحصلان على المركزين الأول والثاني عن كل مقعد في القضاء، بل جعل معيار التأهيل حصول المرشح على نسبة 10% من الأصوات مثلا، لأن هذا الأمر يتيح لمرشحين مستقلين أو منتمين إلى أحزاب غير طائفية الانتقال قال إلى مرحلة النسبية في الدوائر الكبرى. والنقاش في هذا الأمر سيستمر، فيما مشروع النسبية في 13 دائرة لا يزال مطروحا على الطاولة رغم اعتراض المستقبل والاشتراكي عليه. وفيما تحفظ المشاركون على الأفكار الجديدة لأن أي اقتراح يخرج إلى الإعلام يجري إسقاطه، أجاب أحد المشاركين عن سؤال: ما إذا كان ما جرى أمس يوصل إلى معادلة النسبية أو الفراغ؟ بأن هذا السؤال ينبغي أن يطرح على رئيس الجمهورية لأنه وحده يملك مفاتيح الفراغ. إلى صحيفة النهار التي كتبت أيضا في المانشيت: المجهول الانتخابي سقط المختلط ولا بديل. تقول نقلا عن الوزير سليم جريساتي رد على سؤال النهار عما إذا كان بيان التكتل ينعم مسودة الوزير جبران باسيل، فقال إن مشروع الوزير باسيل ليس مشروعنا بل هو ملاقاتنا للآخرين، والمختلط هو مشروع المستقبل والقوات والاشتراكي، فيما مشروعنا قائم على النسبية الكاملة، ونحن نرضى بمشروع حكومة الرئيس ميقاتي 13 دائرة أو ما اتفقنا عليه في بكركي 15 دائرة، لكننا مضينا مع الآخرين إلى منتصف الطريق وهم تراجعوا. هذا التراجع ليس من مسؤوليتنا، فليقدموا مشروعا بديلا، لأننا لن نمضي بالانتخابات وفق قانون 60، وقد أجمعوا كلهم على ذلك. وعلمت النهار من مصادر المجتمعين في اللقاء الرباعي أمس الذي حضره أيضا النائب على عون في غياب الوزير جبران باسيل أن الأخير أبلغ الحاضرين انفتاح التيار على أي مشروع يراعي المعيار الواحد، وأنه مع حفظ الحصة الدرزية للنائب وليد جنبلاط ولكن من دون النواب المسيحيين في اللقاء الديمقراطي. ننتقل إلى الديار، حيث تقول الديار إنها علمت أن أحد كبار الضباط العسكريين المعنيين بمواجهة الإرهاب تلقى مؤخرا عبر هاتفه الخلوي رسائل نصية انطوت على تهديدات مباشرة من أحد قيادي تنظيم داعش الإرهابي، ردا على الإنجازات النوعية التي يحققها الجيش في معركته ضد الجماعات التكفيرية. وننتقل الآن إلى الأنباء الكويتية التي نقلت عن الرئيس نبيه بري عندما سئل عن موقف رئيس الجمهورية وإعلانه عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يقاربه كما فعل غيره من زاوية الصلاحيات وما يتصل بها، بل يقاربه بإيجابية، ويقول: أنا على يقين أن نوايا فخامة الرئيس صادقة
في اتجاه الدفع نحو قانون جديد للانتخابات، وما نقل عنه يصيب في أو يصب في خانة التحفيز والحث على بلوغ هذا القانون في أسرع وقت، وأنا معه في هذا الهدف. من يلتقي بردي سينتبه حتما إلى انخفاض منسوب حدته تجاه بعبدة، وفق الأنباء الكويتية يقول رئيس المجلس: ربما أختلف مع رئيس الجمهورية على الكثير من الأمور، لكنني أتفق معه حول القانون أو قانون الانتخابات منذ ما قبل انتخاب به رئيسا. وأشار بري إلى أن موافقته على كل مشاريع القوانين التي اقترحها العونيون حتى الأرثوذكسي وكان ليصبح نافذا لولا تراجع القوات. يبدو بري كمن بدأ بتخطي كل الاتهامات العونية التي سيقت ضده، رافضا كل ما جيء عن أن كلام عون الأخير يحمل إساءة له. ننتقل في موضوع مختلف، وهو عن قرارات ترامب وما كتبته روزانا رمال في البناء: استثناء لبنان من قرارات ترامب. تقول: يلفت استثناء لبنان عن لائحة القرار الأمريكي، مع العلم أن فيه منظمة حزب الله المصنفة إرهابية في البيت الأبيض، والتي حذوه الاتحاد الأوروبي بالتصنيف. وتقول روزانا رمال: ما أخذ من سجال حول جناح عسكري أو سياسي حينها. هنا يجزم مرجع بارز مقرب من المقاومة أن استثناء لبنان ليس سهوة أمريكية، خصوصا أن ترامب وضع أمامه لائحة من الدول ودرس مسألة العزل واستثنى لبنان منها، وبالتالي فإنها رسالة موجهة مباشرة إليه رسميا أولا ولحزب الله ثانيا. فماذا لو لم يستثنى لبنان من القرار؟ يسأل المرجع. تقول: الإجابة من دون شك يجب التوقف عندما هو مفترض من رئيس جمهورية بشخصية وخصوصية الرئيس ميشيل عون، الذي كان ليبادر فورا برد مباشر يعلن فيه بالحد الأدنى عن المضي بقرار المعاملة بالمثل. وإذا لم يحصل أي تطور خلال 48 ساعة على سبيل المثال، فإنه سيعلن أنه مضطر كرئيس دولة اتخاذ قرار مناسب. فهل تتحمل أمريكا دولة صغيرة بحجم لبنان أن تتحداها؟ تضيف روزانا رمال نقلا عن المرجع نفسه تأكيده أن ترامب لا يريد أعطاء إسرائيل الكثير حاليا، خصوصا أن مسألة المنع هي فرصة لخدمة إسرائيل بحد ذاتها، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون قد غاب لبنان عن بال الإدارة الأمريكية، خصوصا أنها وضعت لائحة الدول واختارت. وهذه علامة أن ترامب يترجم في مسألة الحرب على الإرهاب ما قاله السفير جيفري فيلتمان للنائب وليد جملاط عندما زاره عام 2015 قائلا: نحن نصنف حزب الله إرهابيا، لكننا ننظر بعين التقدير لما قام به وجه داعش. واشنطن عامل استقرار في لبنان والمحيط، وسنتعامل معه على هذا الأساس. نصيحتي أن تقرأ بلسان العقل. وبغض النظر عن موقف الإدارة الأمريكية من حزب الله، يبقى أن استثناء لبنان هو إشارة إيجابية للتعاطي الأمريكي مع الرئيس ميشيل عون ورسالة داعمة للعهد. نختم صحف اليوم مع The Independent البريطانية، التي اعتبرت أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول المسلمين سيؤدي إلى زيادة الهجمات لا تقليصها. ورأت الصحيفة البريطانية أن قيادات الجماعات السلفية ليسوا أغبياء أو حمقى، وسيدركون أن بعض الهجمات على المواقع الأمريكية ستؤدي إلى مزيد من اضطهاد المسلمين على مستوى الهجمات الفردية باستخدام السلاح، وهو بالتحديد ما يريدونه، معتبرة أن هذا التوجه سيؤدي في النهاية إلى زيادة التعاطف مع الجماعات المتشددة في العالم الإسلامي. The Independent لفتت إلى أن تنظيم داعش خلال الأشهر الماضية تعرض لهزائم قوية، رغم أنه يقاتل بشراسة، ما جعل الخبراء يرون أنه في طريقه لتلقي هزيمة لا يمكن تفاديها، إلا أنه مع سياسات ترامب فأن التنظيم سيحصل على ما أراد دوما بإشعال حرب بين المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي يستطيع أن يتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا مما كان يطمع به من قبل. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف لهذا اليوم. فاصل إعلاني، نتابع بعده الحدث مع نانسي السبع. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ورحب مجددا بضيفي اللبناني الأصل نائب في مجلس النواب الفرنسي دكتور إيلي عبود. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة دكتور عبود. اليوم لما بدك تنظر على لبنان، يعني لما بنرجع نجي على لبنان، الرؤية للبنان قلت لي هو الانفتاح على الجميع، من ضمن هذا الجميع حزب الله في لبنان، كيف تنظرون
حزب كحزب الله في لبنان، خصوصا انه بنعرف انه كمان بالسياسه الفرنسيه صار في قطيعه مع حزب الله في الكثير من المراحل. قبل ما احكي عن جاوبك عن سؤالك بكل صراحه وبكل ترانسبيرانس، في شغله انا كمان ما فيني كنائب فرنسي فوت كمان باشياء كثير بالسياسه اللبنانيه لانه جو موتوريز با، بس رح جاوبك على السؤال. اليوم حزب الله حزب سياسي موجود في لبنان، ممثل تقريبا 90% يمكن اكثر من الطائفه الشيعيه يلي هي شيء مهم كثير شو البلان ديموغرافيك وليبان. وكوتيتسا حده اليوم هو حزب سياسي، بس يصير في انتخابات بلبنان بكل ديمقراطيه عم بيطلعوا بكل المناطق اللي بصوتوا الشيعه عم بيطلع حزب. يعني مثل ما حكيت عن قبل مع روسيا وايران والاسد والمعارضه، لازم كمان نعمل زيت المنطق مع حزب الله. ما فيك اليوم تقدر تحكي مع لبنان مع اللبنانيه وتحطيهم حول الطاوله بدون ما يكون حزب الله موجود. هلا اليوم في شغله وحده بس، هذا رايي الخاص مش رايي الفرنسي، انا عم بعطي رايي الخاص. يعني يوما ما بتامل من كل قلبي انه هالقوه العسكريه المهمه يلي اثبتت قوتها، اسرائيل اللي اثبتت قوتها بالحرب مع النظام السوري، انه هالقوه العسكريه هالشباب اللي مدربين انه يوما ما يفوتوا كمان بشيء اسمه الجيش اللبناني الواحد لكل لبنان، للبنان المسيحي السني، للبنان الشيعي، للبنان الدرزي، للبنان اللي ما عنده طائف، ويألف الجيش اللبناني. بس تعتبر حزب الله في لبنان تنظر له كمقاومة؟ كان مقاومة في السابق، ما فينا ننكر هالشيء. لما كان الجيش اللبناني ضعيف عسكريا كانوا هن بالجنوب عم بيحافظوا على الجنوب، يعني اللي ما بيعترف فيها هذا بيكون اللوجيك. هلا الاشياء تغيرت، الاشياء تغيرت، واسرائيل عم بتراقب شو عم بيصير بحزب الله. وانا اللي بتمنى، مين عم بحكي على طول باسمي، اللي بتمنى فيه انه يوما ما هالقوه العسكريه برجع بعيدها مره ثانيه تدخل في الجيش اللبناني. من ضمن لقاءات المرشح فيهم رح يكون حدا من نواب حزب الله؟ لا ما في ولا اليوم ما في لقاءات مع الاحزاب السياسيه؟ ما في احزاب سياسيه. يمكن يرجع، بتعرفي انه فرانسوا فيون سمى برونو لومير يلي كان هو مرشح حتى ضده، سماه كفوتور وزير بالكي دورسي، وزير الخارجيه الفرنسيه. وبرونو لومير صديقي وبعرفه منيح، واجا سيرجي مارتين لانه في بالمستشفى المشرق صديقي دكتور انطوان معلوف عمل كونفنسيون مع مونبوليي مع السي اتش يو، واجا برونو لومير مارتين تا يعطي اهميه لهالكونفنسيون. رح يرجع وكفوتور ان شاء الله انتو كوزير خارجيه فرنسا رح بفوت بكل هاي القصص اللي عم بتقوليها انت مع كل الاحزاب، القوات اللبنانيه، رح يلتقي مع كل الاحزاب أكيد. ومن ضمن الاحزاب سيكون لقائه مع حزب الله بطريقه طبيعيه أكيد. مش مستثنى يعني لقاء مع حزب الله، الحزب السياسي أيه. مع النواب، الحزب الممثل بالحكومه مع النواب الممثل أكيد. رح تابع معك دكتور عبود، لكن انتقل الى زميلتي ليال سعد التي تتابع جلسه مجلس الوزراء. صباح الخير ليال. صباح النور نانسي. نعم ليال تفضلي، كيف هي الأجواء لسيما بأنه مختلف التصريحات كانت عند دخول الوزراء تتوقف عند قانون الانتخاب؟ نعم نانسي، 31 بند أدرجوا على جدول أعمال جلسة مجلس وزراء اليوم، ويمكن وصف هذه الجلسة بالعادية، لأن عقب يعني بدء الجلسة ومع دخول الوزراء جميعهم أجمعوا على أن قانون الانتخاب لا يكون محط جدل اليوم ولا يطرح في جلسة مجلس الوزراء ولا ملف التعيينات. أما الملف الوحيد الذي قد يطرح من خارج جدول الأعمال هو موضوع النفايات. وفي هذا السياق علق الوزير ميشيل فرعون قائلا أنه أكد يعني أنه سيطرح خلال الجلسة موضوع النفايات. وفي مخص القانون الانتخابي قال اليوم عدنا شهر ونصف إلى الوراء، أي أننا عدنا إلى نقطة الصفر. هذا ما نفاه الوزير المال علي حسن خليل وقال أن البحث جار ولم نعد إلى نقطة الصفر بعد. أما الوزير إرسلان فقال أن هناك توجه لصيغة نهائية
الجزائية في ملف النفايات وهي اعتماد المحارق والمصانع الحديثة. وأيضا في ملف النفايات الوزير مروان أحمد والذي كان لهم يعني لقاء ديمقراطي تصريح جدي يوم أمس ورافضين النسبية بشكل كلي، قال أن الوصول أننا سنستمر في البحث في قانون انتخاب للوصول إلى صيغة نهائية، أما النسبي مرفوض كليا وأما والصيغة المطروحة اليوم فسقطت. أيضا الوزير علي أنصو قال أن الأمور في قانون الانتخاب تفركشت على حد قوله، ونحن ندعو للعودة إلى الطائف وتشكيل مجلس شيوخ. أما الوزير محمد كبارة فعن الكلام عن تقسيمات طرابلس فقال أن هذا الموضوع لا يزال كلام يعني نوعا ما فارغ إذا أمكن القول. الوزير بيير أبي عاصي قال أن الملف الانتخابي لا يناقش في جلسة اليوم. أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فقال أنه لا يطرح موضوع الدعوة للهيئات الناخبة، ربما يطرحها في الجلسة المقبلة في بعبدة، ولا يزال لدينا متسع من الوقت. وختم وزير البيئة الذي وصل أخيرا قال أنه لا يعلم ما إذا كان سيطرح موضوع ملف النفايات، وذلك سيكون بناء على جواب دولة الرئيس الحريري، وأن الحل بات قريب. هذا كل شيء عقب الجلسة. نانسي، سنكون معكم بمعلومات إضافية فور بدئها ومع انتهاء الجلسة بطبيعة الحال. نانسي، شكرا لك ليال سعد. طبعا ستعود إلينا ليال في فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء وصدور المقررات، لاسيما بأنه الحديث عم بيكون من خارج جدول الأعمال بموضوع النفايات وأنو الانتخاب. دكتور إيلي، لو كنت بلبنان كنت حتكون نايب؟ وين أكيد. عن أي دائرة؟ كنت أكيد حكيم لو كنت بلبنان. أنا من البترون. من البترون؟ من الفرحين. يعني ما كنت حتكون نايب يعني. 100%. فوت انتليجان، من هيك عم تقولي لي هيك. أنا جي باسي انتليجانس. يعني لازم دغري نلقطها إنه إذا كمان من البترون يعني خليك لا. خليك بفرنسا. عندي ليز داتونت قوية كثير. إيه خليني بليز داتونت معلش. خليك بفرنسا. قديش بس تنظر إلى لبنان ومشاكل لبنان؟ يعني بالآخر حضرتك حدا مثل ما قلت تركت لبنان، حدا شاب تلميذ راح يكمل بفرنسا وكمل حياته هونيك. اليوم لما تسمع مثلا ببلد مثل لبنان بعدنا لهلا مش عارفين كيف نحل فيها أزمة نفايات اللي للأسف أنت واصل على مطار بيروت في مطمر حنحنا في حدا كتير مفكر عظيم في هذا البلد قرر إقامة مطمر نفايات على حدود المطار بحرم المطار فينا نسميه، يعني شو بتقول فعلا يعني؟ رح جاوبك بكل صراحة بس أنا ما بدي يكون كمان إنه عم بعطي دراسات. حضرتك مواطن لبناني. أنا عم بحكي مواطن بدي أحكي في بدي أحكي كمواطن لبناني. بدي أعمل دياجنوستيك، عم تحكيني عن الطب. يعني عم نستفيد كمواطن لبناني، خليني مواطن لبناني. ما بطلت نايب وبطلت وعم بحكي يلي بيحكيه كل المواطن اللبناني يلي تحت. لو ليبان دان هو ولو ليبان دان با. في لبنان اللي فوق ولو ليبان دان با اللي اكزيست. أنا كثير يعني بتأثر بشغلة إنه القطاع الخاص في لبنان بيتطور. تطلعي بكل شيء. مزبوط. القطاع الخاص كله بيتطور بكل المجالات الاقتصادية، الإعلامية، الثقافية. بالطب شيء كثير مهم. ولما نطلع بالقطاع العام الأشياء مش إنه عم تتطور، الأشياء عم ترجع لورا. هذا اللي عم شوفه، عم ترجع لورا. اعطيت اكزامبل امبارح لزميلك صحافي انه من 20 25 سنه 30 سنه المواطن اللبناني اللي كان عنده هون حتى بايام الحرب وقت كان يسافر على الدول العربيه ما بدي سميها شو كان يلاقي فيها مجالات عاديه. شو بده المواطن؟ يكون عنده كهرباء، ما ينجبر يشتري موتورات ويقيد موتورات، يكون عنده مي ومي نظيفه، إذا مريض يقدر يتحكم ويكون عنده ضمان يا أما خاص يا أما عام بيمبورت، يكون عنده ضمان منيح ويطلع من بيته إنه يكون بسيكوريتي. لما تطلعي بالأشياء كلها هيدي ما له لزمه. هيدي بالنسبة للبناني صارت أحلام. لا لم تعد يعني مثل ما بنقول هي أحلام. القضايا العادية اللي ما لازم تفكر فيها كمواطن. كيف أحلام؟ روحي اليوم على دولة صارت أفريقية صارت أحلام إنه يوعي اليوم على دولة باردون ما بدي سب الدول الأفريقية على انزل سيفيليزي بالدول الافريقيه الاشياء البازيك عندك اياها كلها مزبوط. فاليوم انا كمواطن لبنان اللي عم بطلب من الاكزيكوتيف
عم بسمع الاشي كله انه طب قبل ما تفوتوا بالطبخات وبالمستقبل طب حلوا هالقصص الصغيره، ما بدها اشياء كثيره تتنحل، ما بدها اشياء كثيره، بدها بس انه نتفق انه المواطن اللبناني ما لازم نسبه من الصبح لعشيه، حرام لا يجوز، ما عمل شيء المواطن اللبناني. اللي بسمع اليوم لبنانيه حتى حوالي معطينا عم بيقولوا لي وقت الحرب كنا احسن، طب لا يجوز هالشيء. مزبوط. ليه؟ لما واحد بيصير عم يترحم على ايه؟ يمكن كنت عم بحكيكي على الكونفنسيون ميديكال، لما بجيب معي انا بروفيسوريه ميدسين من مونبولييه تجيبهم يعملوا محاضرات او يعملوا كونسلتاسيون هون باحلى بلد كان سياحي، باحلى بلد سياحي بالشرق الاوسط، توصل على المطار بتلاقي من المطار، على المطار عم بطلب من زميلي من انطوان جيب لي سيارات زيس فومي، ما بدي فرجيهم شو عم بيصير على الشمال وعلى اليمين. طب ما هيدا بلدي، ما انا شوف حالي ببلدي، بنقسر من جوا، ببكي من جوا، لا يجوز. هذا اللي بطلب منه، انه اوكي اتفقوا في اشياء سياسيه، هي السياسه اوكي بروبورسيونال انتجرال اونيمونال تو سكو فو فولي اوكي اعملوها، هي سي لا بوليتيك وين ما كان بتجوز، بس بامور الحياتيه للمواطن نزاه هيك من مواطن لبناني ما تسبوا الشعب اللبناني واتفقوا على الاشياء البازيك، اتفقوا على الاشياء البازيك يلي هي ناطرين كل الشعب اللبناني. كنت عم بتقلي انه يعني لما تشكلت الحكومه توقفت عن نقطه معينه واعتبرت اللي ما بيقوم بهيدي تحديدا تمثيل المراه في الحكومه ومثل المواطنين اللبنانيين اللي سخروا من انه ان تكون حقيبه معالجة شؤون المرأة أن توكل لرجل في لبنان، عم بتقلي اللي ما بيقدر بهيدي الأمور البسيطة أنه فعلا يعمل معركة، ما بتوقع منه يعمل معركة بأمور كبيرة. قلتيها أحسن مني بكتير بعربي ترجمتها أنا بلبنانيتك أحسن مني بكتير. لا أنا كتير ضيقت صراحة، ضيقت أنه اليوم المرأة اللبنانية شيء مهم بتاريخ لبنان، بثقافة لبنان، بوجود لبنان. أنه أكيد لما نعمل حكومة بفهم أنه في كتير أشياء صعبة، في إكليبر ألشيمي بسموه الألشيمي اللي هي التوازن الطائفي أوكي، الطائفي السياسي التيار القوات أوكي، هذه كلها بفهم فيها وسأكزيست بارتو، بس أنه يكون في مرة واحدة بالحكومة يلي أنتوا جايين مع الأمبيسيون والطموح أنه تعملوا أشياء جديدة لبنان، أنا كتير تأثرت فيها. تعتبر اللي ما بيقدر يعمل معركة هالقد عنوانا اقل، ان شاء الله اكون خاطئ، ان شاء الله اكون غلطان، ان شاء الله اكون غلطان باللي عم فكر فيه، ان شاء الله اكون، لانه عم تشوف كيف الموروثات عم بتتم معالجتها صراحه، ان شاء الله اكون غلطان باللي عم فكر فيه. بالمتابعه لمواضيعنا رح انتقل الى السياسه الفرنسيه اليوم، كيف ستكون يعني بمعنى الوضع في الداخل الفرنسي، حكينا السياسه الخارجيه، الملفات الخارجيه اللي بتعني الفرنسيين، في الداخل الفرنسي لما يوصل حدا، اذا وصل حدا مثل فرانسوا فيون شو بيصير، واذا وصل حدا مثل مارين لوبان شو بيصير، لكن اسمح لي انه توقف مع فصل اعلاني اخير ونتابع. مشاهدينا اهلا بكم من جديد ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع دكتور إلي عبود النائب في البرلمان الفرنسي. دكتور عبود، بمواضيع بتهم اللبنانيين كمان فرنسيين من اصل لبناني، اليوم دكتور نبيل الاولى اللي عم يحضرنا نائب في البرلمان اللبناني وفرنسي وكمان عنده جنسيتين، بيسالك سؤال انه اللبنانيين اللي عندهم جنسيتين فرنسيه ولبنانيه عم بيواجهوا مشكل بموضوع الشهاده الجامعيه، متابعه دراستهم الجامعيه بفرنسا لا سيما بمجال الطب، عم بيقول اذا راحوا يشتغلوا بفرنسا ما عم بيعترفوا لهم بشهادتهم اللبنانيه بالجامعات اللبنانيه، شو البروبلم هون عم بيصير؟ لا البروبلم انه اليوم دبور بحييه للزميل هو بحييك بوسو كمان بعرفه منيح، لا مسيو نبيل اترافير توا اليوم صار النوميروس كلوزيس، يعني بالطب حددنا كثير عدد الاتيديان طلاب بالطب بفرنسا أوكي. وصار في الانترنا يعني في كثير طلب من الاتيديان من الطلاب الفرنسيين تيفوتوا بالكونكور الانترنا. قبل من 10 15 سنه كانوا الطلاب اللبنانيين اللي كانوا قبل حتى مع اليسوعيه كان في كونفنسيون يقدروا يقدموا ويكملوا عادي يقدموا الكونكور بالاول ويكملوا، اذا بينجحوا الكونكور كان في عدد معين للطلاب الاجانب يكملوا انتر اسيستان شيف دو كلينيك. هلا اليوم
تسكرت هذه، بس شو فرنسا ما سكرت كل شيء. جينا سكرت بمعنى انه الطلاب يعني ما بقى في، لانه في كثير هالقد السوق صغير، السوق يعني صار مفول. هذه اوكي، بس عملنا كونفنسيون نحن مع الجامعه، مثلا تعطيك اكزامبل صغير منه جلوبال، مع الجامعه بمونبوليي والجامعه هون لونيفرسيتي دو ليبان. اي الفرنسويه بتعرف الجامعه اللبنانيه، الجامعه اللبنانيه اون بو لو جينيراليزي، ليش لا بعدين ليش لا مع الغير بعدين. انه اللي بيقدم الطالب الطب بسادس سنة سابع سنة بيعمل بسموها الريزيدانا، بيعمل سنتين هون وبعدين في يكمل السبيسياليتي تبعه بفرنسا حسب المحلات الفاضية بهيك بكذا مستشفى وبكذا جامعة. يعني عم بتصير أصعب شوي. أنا أوكي بس بتصير أصعب كمان للفرنسوية. أي هيدا السؤال، إنه هو عم بيقول إنه المشكل إنه كأنه عم ينقبل طلاب لبنانيين ما حاملين الجنسية الفرنسية، إنما حملت الجنسية الفرنسية هن اللي ما عم بينقبل تعديل. إذا معه الجنسية الفرنسية ما خص يعني بين إذا معه جنسية ولا ما معه، المشكل هو إنه هيدا وين أنت عامل السيكل تبعك من أول سنة لسابع سنة. أوكي. إذا كنت أنت فرنسي عاملها بفرنسا، فرنسي لبناني، فرنسي لبناني عاملها بفرنسا، بتفوت مثل كل الفرنسيين. لا إذا بلبنان، هلا إذا كنت فرنسي لبناني عملها بلبنان، تم يعني البارتي فرنساوي ما بتأثر، إنه ما فيك تفوت بالكونكور. هلا وين بتتسهل للفرنسي اللبناني بعد سنتين؟ إنه ما بده يعمل المعاملات مع السفارة الفرنسية مشان ياخذ فيزا لون سيجور ويروح على فرنسا. يعني بتصير انه انقبل كريزيدان بكذا مستشفى او كذا مستشفى بكذا اختصاص او كذا اختصاص، بتروح كفرنسي ما بدك فيزا، اهين بكثير بتصير. طيب ما بعرف اذا جاوبته ولا جاوبت على السؤال بطريقه واضحه، بس هي عم بتقول انه الصعوبه صارت على اللبناني الفرنسي او حتى الفرنسي، لانه الدجال صار في يعني الاختصاص صار كثير عليه. في عندنا مشكله اليوم بفرنسا اللي هو المشكله فرانكو فرنسي، ما له علاقه حتى بلبنان، انه اليوم في بروبليم دو ديموغرافي ميديكال. ساعديني بالديموغرافي، شو الديموغرافيا يعني؟ الديموغرافيا الطبيه اليوم كيف يعني؟ طلع رابور اليوم بال 2050 10% من الفرنسيين بصيروا سنتونال، يعني بصير عمرهم 100 سنة. يعني البوبولاسيون عم بتختير اكثر واكثر اكثر واكثر، وكل ما طلعتي بالعمر كل ما الكونسوماسيون ميديكال صارت طلب على الطب اكثر. اكيد 100%. وبما انه كنا عاملين اللي بيسموه نيميروزيوس كلوزيوس، انه عم نحدد دخول الى المهنه، الطلاب الى المهنه، صار في اليوم مشكله. ليش؟ وكيف عم نحلها؟ يعني صار فيها صارت هالقد المهنه مثل ما بقولوا انه لا ما نستوني، بالعكس لازم لنا. عم بيجي اليوم حكماء من بلاد اجانب عم بيعملوا فوزان فونكسيون انتيرن وما عندهم هن الفورماسيون. طيب ليش بقى اذا هالقد المهنه؟ لانه بالقبل من 20 سنه الاسكيا، في كثير اسكيا بالادمنستراسيون، قالوا تنعمل ايكونومي بالطب ما يكلف كثير، ما لازم يكون في اطباء وفرمشيه ودنتيز وكذا، هيك بيعملوا بريسكريبسيون اقل. صارت المشكله 10 15 سنه بعدين. هذا اليوم اللي بيكون يعني انتم لازم تفتحوا مجال التعليم. هلا ما فينا نفتحها كلها فرد مره، لانه بدك الفورماسيون تزبط كمان. لازم هذا بالبروجرام تبعنا الريببليكان نحن، انه هيدا بنشيله. بس الدويان العميد العمدة تبع الجامعات بفرنسا قد ايه بيستوعبوا؟ انه اوكي بالبروجرام تبعكم وعندنا عمدة نحن بالحزب معي، نعمل لهم اوديسيون، بنسالهم شو لازم نعمل. اوكي افتحوها، ولازم نفتحها، بس ما فينا نفتحها فرد مره، تكون تفتحوها بطريقه اكيد ورا سنه، مش نقدر نعمل كمان الفورماسيون لهالطلاب حتى كمان تحافظ على مستوى الطب بفرنسا 100%. من ضمن العناوين رفع، يعني لما يحمل فيه انه هو سيرفع القيمه المضافه اللي هي تي بي بفرنسا، ما بيخوف الناس لما يقول مثلا بده يلغي 500,000 وظيفه عموميه؟ طب هي اقتصاديا اي لا مش بالسنة اكيد، بس هي الفكرة ببرنامجه الانتخابي عم نحكي 5 سنين بولايته مزبوط. طيب هيدي اقتصادية ما بتخوف العالم؟ لا، انه انت عم تحد الوظائف، عم ترفع الضريبة على القيمة المضافة. الشعب الفرنسي لازم ينقل له الحقيقة كمان اليوم شو عم بيصير بفرنسا. بفرنسا عم نفوت على السيكل تبع الشغل مأخر، هيدي الشيء من الإنسان يعني من الانستيتيو نادر، ما لا سياسي يميني ولا يساري، عم بيفوت الفرنساوي مأخر أكثر شيء بسيكل الشغل. عم بيطلع الفرنساوي بالروتريت أخف شيء من سيكل الشغل، وبس يكون بالشغل من جوا
عم بيشتغل اقل شيء افيك لي فرانسانكر، لانه هي اللواء تبع اليسار. طب ما فينا اليوم، ما عندي كومبيتيسيون اليوم مع العالم كله، مع اوروبا حواليك. لا اليوم بالفونكسيون دوام العمل في ثلاث اشياء، في ثلاث اشياء ما لازم ندق فيها، لا يجوز ندق فيها. شو هن؟ الطب، لا ميديسين اكيد، طبيب الانسان، التعليم الادوكاسيون تبع شو اسمه، والسيكوريتي الامان تبع العالم. هودي الفونكسيونير، ان كنت انفيرميير ممرض، ان كنت بروفيسور دي زيكول، ان كنت بوليسيي جندارم بومبيي، هودي ما لازم يدق فيهم، وحتى لازم كمان نقويهم. بس في اشياء ما لها طعم، اللي متاخذ اليوم البلديات في فرنسا، كل رئيس بلديه اليوم بيجي بحط عندي هيدا بجيبه وهيدا بجيبه وهيدا بجيبه، ما انه الدوله بتعطي مصاري للبلديات بسموها ديسنتراليزاسيون اللامركزيه، طب ما هيدا كله ارجون ببليك. ما بقى فينا اليوم عندنا نحن بفرنسا الفرنساوي عم بيدفع باوروبا اكثر شيء امبو، ضرائب، ضرائب اكثر شيء امبو، البريليفمون اكثر شيء بفرنسا عم بتصير. اليوم بدك تصير الاقتصاد يمشي لازم كمان نمشي هالشيء. اليوم الابيل دوفر، دعم الابيل دوفر، صار اوروبا بتجبرنا انه الابيل دوفر يكون مش بس فرنسي، يكون اوروبي كله. يعني انا عندي مصنع، عندي شيء بدي اعمله، مجبور بيجبروني اعمل ابيل دوفر، وتجي كل هالشرك الطليان الاسبانيولي الالمان باوروبا. طب ما الشغيل الالماني والشغيل الطلياني والشغيل الاسبانيولي والبرتغالي عم بيكلفوا اقل، عم بيكلفوا اقل من الشغيل الفرنسي مع البريليف مال القصص كلها. شو بيصير؟ عم بيجبروني انه اخذ اللي ارخص شيء. اكيد. طب شو بيصير بفرنسا؟ طب شو الحل؟ الحل انه نعمل كل شيء ذاته بكل اوروبا، كن الابيل دوفر تعميم المعايير. يعني طيب هون حتى رفعتوا سن التقاعد 100% بعدني عم بقول لك انه عم تعتبر انه نحن مجتمع عم نكبر، يعني المستوى العمري عند الفرنسيين عالي، وانه ما معقول يخلص الانسان على 62 نقول له انت روح على التقاعد 100% طلع على 65. بدنا نطلع على 65 بروجريسيفمون شوي شوي، مش دغري. لا ما فيك تطلعي دغري تكنيكمون، لازم بس نوصل دغري لل 65. اطلع اليوم بالروتريت بكل اوروبا، عم نطلع نحن على الروتريت اول شيء باوروبا. طب طلع اليوم شو بيقولوا لك السوسيولوج، انه عم بتعيشي انت بحياتك اكثر روتريتي من اكثر منتج. طب ما كيف بدنا ندفع للروتريتي بعدين؟ طب اذا قلنا الحقيقه للفرنسيين شو؟ يعني اللي بيدخل على سوق العمل على 25 اذا بدك توقف عمل له كم سنه يشتغل، واذا عم بيعيش لل 90 95، طب مين بده يدفع لهم هودي كلهم؟ ما كله صار ديفيسيت هيدا، وكل ما صار ديفيسيت كل ما علينا الضرائب. طيب اليوم كل ما صار ديفيسيت كل ما علينا الضرائب. قديش خوف فرنسا اليوم من خروج العالم مما يعرف بالاتحاد الاوروبي؟ لا يعني تجربه انجلترا اليوم في دعوات لالمانيا للانسحاب، يعني دعوات البعض بيعتبرها بسميها خبيثه، انه هو انهيار الاقتصاد الاوروبي. قديش في هيدا الخوف الكبير عند فرنسا؟ الخوف اليوم بدك تشوفي فرنسا بلد ديمقراطي، يعني في انتخابات. اليوم في حزب سياسي بفرنسا اسمه اليمين المتطرف، الفرون ناسيونال. اول شغله بدهم اياها هن يعملوها انه يطلعوا فرنسا من اوروبا الاتحاد. او ثاني شغله بدهم يعملوها انه نرجع نطلق الاورو ونرجع على الفرنك. طب ما هيدا لازم نقول الحقيقه كمان للفرنسيين. في كثير عالم شوي مقدمه بالعمر بخافوا وبيقولوا هودي بدنا اليمين المتطرف لانه بيحمونا. هودي اللي عاملين ايكونومي حرام، لحاطين عاملين بكل حياتهم تيحطوا 20,000 او 25,000 اورو ايكونومي بالبنك تبعهم. طب ما اول شغله اذا عملتها حينضربوا لهن، اول شغله اذا عملتها مارين لوبين وطلعت الاورو فرنسا من الاورو وحطت الفرنك، هودي عم بيخسروا 40% من الايكونومي تبعهم اللي حاطينهم. ليكي بالبريكسيت شو عم بيصير؟ ما اليوم نحن شو اليوم لازم نعمل بيداغوجي كمان للشعب الفرنسي، كيف بدك تعمل فعلا تربيه مدنيه يعني حتى اوكي الانجليز انتخبوا طلعوا من البريكسيت، شوفوا شو عم بيصير. هلا في كل الشركات الاوروبيه الموجوده بلندن عم تجي على باريس، طميو طميو لفرنسا، كلها عم تجي، هيدا كلها بكره عم بينزل. ليك الليفر اللي شو بسموها الليره الانجليزيه استرلين شو عم بيصير فيها؟ قديش نزلت؟ 18% وبعدنا باول الطريق. طب هيك بدنا نحن؟ لا يجوز هالشيء. ما بتعتبر كمان انه بعدين شو عم تقول مارين لوبين؟ مارين لوبين بعد بيقراها انه فكره انه هيدي الفوره الاقتصاديه اللي صارت والغلاء الاقتصادي اللي صار هو نتيجه الدخول بالاتحاد الاوروبي. لا الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي وين فكره الاورو؟ يعني انه مع الاورو كمان طلعت الاتحاد الاوروبي عنده مشكله هلا،
مشكلته شو؟ رح أقول لك إياها مشكلته شو؟ إنه اليوم أوروبا ما عندها صوت واحد بالعالم. ما عندها بوليتيك اترانجير سياسي خارجية واحدة بالعالم، ما عندها إياها. هذا لا يجوز. انكفأت على زيتها. أوكي انكفأت على زيتها وكل واحد بيعطي خبرية تبعه، الألمان بدهم شيء، طلع بالأزمة كنا عم نحكي عليها بأول المسلسل عن سوريا. عن الأزمة السورية، أخواننا السوريين شو عم بيصير؟ كل واحد عنده حل لإله. كل واحد عنده نظرة. هيدي لازم ينعاد فيها. في إمكانية لإعادة النظر أو لتوحيد النظرة. نحن بالبروجرام تبعنا، بالبروجرام تبعنا ديجا الشنغان، بنسميها شنغان، لازم نحطها بالأرض ونرجع نعبيها عن جديد بطريقة مغيرة وأزبط وأحسن. طيب بس مارين لوبان عندها يعني انفتاح على ترامب أكثر من فيون. بهنية. بهنية من كل قلبي انه كان عندها انفتاح على ترامب. لا انه كان راحت على ترامب، راحت تروح وراحت تروح تشوف ترامب. نزلت بالبنايه تبعه ترامب سنتر بيسموها، قعدوها تحت بالريد شوسي، ما حدا حتى السكرتيره تبع ترامب ما شفتها، انه قلت انه عندها علاقتها مع ترامب. اوكي واذا عندها علاقتها مع ترامب، ريزون دو بلوس، ريزون دو بلوس. انه العلاقه مع ترامب وصمه اليوم رح تكون لاي رئيس دوله. عم بسب الانتليجنس ايمان اذا بقول ايه ذكي الانساني هالقد. نحن لهون نوصل لنهايه لقاءنا معك دكتور ايدي عبود النائب في البرلمان الفرنسي. اهلا وسهلا فيك. وطبعا يعني بمواكبه رح نكون لزياره المرشح الفرنسي فرانسوا فيون للرئاسه، وخصوصا انه يبدو انه لبنان حيكون سياحه، يعني من بعد فرانسوا فيون كمان جايه مارين لوبان على لبنان المفروض باطار زيارتها الجولات الرئاسيه. تفضل. بدي بس اقول لك كلمه، لانه بعرف انه التلفزيون تبعكم كثير دقيق مع الشعب. بدي ودي كلمه للشعب اللبناني. تفضل. احنا كثير عن السياسيين بس بدي ودي كلمه للشعب اللبناني، بس بدك تساعديني فيها. بساعدك. بالعربي. اوكي. في ديكتون فرنسي بيقول il ne faut jamais baisser les bras mais il faut retrousser les manches. انه ما لازم واحد يستسلم، لازم يشمر على سواعده، نحن هيك بنقول، ويروح على الشغل يعني. حييهم كلهم انا، ميرسي لك. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك دكتور ايدي، مرحب بك بالاستديوهات الجديد. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، غدا حلقه جديده من برنامج حدث، تكونوا على الموعد.